نادي زفته. معانا رئيس نادي زفته الاستاذ محمد فوزي. مساء الخير يا فندم. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ انا رئيس مجلس اداره مركز شباب زفته. رئيس مجلس اداره مركز شباب زفته. معلش ناسف الخطا. ازاي كتبت مصر؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. معاك يا فندم. وانت طيب يا استاذ محمد. طمنا عليك وعلى مراكز الشباب ومركز شباب زفته اخباره ايه؟ يا باشا كل الدنيا بتسلم عليك يا وجهة نصر المشرفة حبيبي. ربنا يخليك. سلمينا على الناس. الله يخليك يا ابو كباتن ويحفظك ويكرمك كده. طيب ايه المشكله اللي موجوده في مركز شباب زفت يا فندم؟ والله شفتك احنا كتقرير وزير الشباب والرياضه يعني دايما بيراعي. كنا زمان بنقول على الدكتور علي الدين جال ان هو ابو الانديه ابو مراكز الشباب او وزير مراكز الشباب. تمام. اصبح دلوقتي اللي خالد بيه عبد العزيز ان اصبح وزير للانديه وملك الشباب. تمام. بس انا نفسي كان بوجه خاص لمراكز الشباب الدعم السنوي اللي كان بيديه للانديه في كره القدم يدوله بدل شويه عشان ترضيات اللاعبيه والتنقلات بتاعه الانديه والحاجات دي كلها يعني. وبناخد صعوبه كبيره قوي على ما ناخد الدعم ده. دي نقطه. النقطه الثانيه سيادتك، هو سياده الوزير كان وافق على اقامه ملعب ترتان لمركز شباب زفتة في مركز شباب. احنا عندنا سيادتك مدرجات بتسع حوالي 3000 متفرج موجوده في عندنا. بس الحاجه اللي جايه الملعب جاي كويس الحمد لله. الناس شغاله في كويس دلوقتي بقاله سنه وشويه. عندنا الاسوار المحيطه بالملعب متهالكه يعني. فبصيت لقيت الناس اللي هم قائمين على العمل بالملعب بيقولوا احنا هنرممها. قلت له هترممها ازاي يعني؟ قال لك احنا مش هناخد مش عارف ايه عشان احنا طبعا الحاجات دي. واجهه الوزير تيجي مركز شباب زفته وتيجي تفتتح ملعب لازم يكون كله متكامل. متكامل من ايه؟ متكامل من اضاءه. يا ريت يبقى في محول ان شاء الله بضم قطعه يكمل الاضاءه الليليه بتاعته. يكون متكامل السلالم بتاعه المدرجات من طلوع ونزول للتاكلات. يكون متكامل السور اللي حواليه والسور الخارجي يدعمه ويركب عليه اسلاك شقق وحاجات من دي عشان نحفظ سيادتك يعني. دكك المدرجات برضو دكك الاحتياطيين والحاجات دي كلها لازم تكون برضو بالشكل اللي يناسب الملعب حتى يليق بافتتاح السيد الوزير له. هو المفروض هيفتتح. النقطه الثانيه احنا عايزين نطور مركز شباب بنقطة أخرى يعني. إحنا ولادنا لما بيجي يتعلموا حمام يتعلموا السباحة والحاجات دي كلها بيقطعوا أكتر من 30 كيلو متر عشان يتعلموا سباحة. طب دي أنا عندي مساحة 1200 متر وحمامات السباحة موجودة عند سيادة الوزير. يا ريت يكون الرئيس يعني سيادة الوزير بعين كويسة كده إن شاء الله بدون مقاطعة. هو مركز شباب زفتة. مركز شباب زفتة بيخدم قد إيه يعني؟ عندك كم عضوية عاملة في المركز؟ سيادتك كعضويه مركز شباب فيها اكتر من احنا عندنا الطوارئ بيبقى لهم اصلا عضويه معليك اصلا يعني. فاحنا عندنا اكتر من 7000 عضو وبنخدم ربع 300000 نسمه على مستوى 300000 نسمه على مستوى مركز زفته. تمام. لو على كده احنا سيادتك يعني للاسف الشديد يعني نادي زفته الرياضي جامد نشاط الكره السنه دي فبقى ايه احنا الوحيدين الممثلين كهيئة رياضية في القسم الثالث في دوري اتحاد يعني الكرة. أنا عارف إن سيادة الوزير والإدارة الإعلامية عنده بتسمع كل حاجة وبتراقب وبتحاول تنفذ يعني. بشكرك أستاذ محمد. شكرا جزيلا. أتمنى السادة تكون وصلت. وأنا يعني تعاملت مع الناس بشكل قوي جدا. الناس موضوع مراكز الشباب بيأدوه بشكل رائع أكثر من رائع. بس عندهم طلبات كتيرة جدا على موضوع الملاعب النجيل الصناعي. بيحاولوا يمكن دخلوا في 1000 وشوية ملعب عاملينه لغاية دلوقتي خلال سنتين. وأعتقد داخلين في ملاعب تانية كتيرة جدا. ولكن هي مسألة وقت. لكن كله شغال. ونتمنى يعني الأستاذ أو المهندس خالد عبد العزيز طبعا أكيد أنا عارف إن هم بيتابعوا كل البرامج والحاجات اللي تخص وزارة الشباب. واكيد هياخدوا حاجه بعين الاعتبار. لكن انا اعلم علم اليقين الناس دي شغاله كما يجب ان تكون بصراحه. طيب خلينا نطلع لفاصل. انا عندي الكابتن جمال حمزه واحد من ضيوفنا الاعزاء وواحد من النجوم الكبار اللي انا بشوفهم بصنفهم من وجهه نظري من النجوم الكبار جدا في كره القدم. احنا بقى معانا ان شاء الله دلوقتي نتكلم معاه في حاجات كتير جدا. خلينا نطلع لتقرير مع سياده الوزير خالد عبد العزيز ونرجع نستقبل كابتننا الكابتن جمال حمزه.